غياب إرادة سياسية حقيقية في أن يتم الانهماك الحقيقي على مشاريع إصلاحية في إطار هذه الحكومة، مع الأسف نكتشف أكثر فأكثر بأن حسابات سياسوية وصراعات، وكل ذلك في أفق انتخابات 2021 تسيطر على العمل الحكومي، وأن في ذلك تضيع مصالح شعبنا وتضيع مصالح الوطن عموما، لأن عوض أن تكون هذه الحكومة حكومة منسجمة حقيقة وغير منخورة من الداخل كما يبدو الآن جليا، وتكون إذن حكومة تأخذ ملفات وعلى رأسها ملف التعليم ولكن ملفات أخرى إصلاحية أساسية، وتحاول في إطار هذه السنوات التي مرت ثم ما تبقى في عهدة هذه الحكومة أنهم يشدوا هذه الملفات وينوضوا يدفعوا بقوة باش تدوز، لأن الوقت كيدوز. نلاحظ أنه بين الفينة والأخرى تأتي خرجات ودرجات حرارة مرتفعة تجعل أن طرفين أساسيين في هذه الحكومة، من يقود الحكومة اليوم كحزب ومن يطمح إلى قيادتها غدا، وكيدخلوا في 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 مزايدات كلامية. لاحظنا ذلك مؤخرا في التجار، لاحظنا قبل ذلك في قضايا أخرى، واليوم في المسألة التعليمية. مع الأسف ما نسجله في هذا الباب هو أنه منذ مدة، وإحنا في حزب التقدم المشتركية كنحاولوا لعبوا واحد دور وسط باش نحاولوا حقيقة نقولوا للجميع رجعوا الله بمعنى رجعوا شوية للعمل. راه ما يمكنش من الآن بغيتوا تدوزوا 5 سنين كاملة ندير هذه الحكومة وإحنا في قوس، فاتحين قوس وما باغينش نسدوه، وفي هذه الفترة هذه ما نشتغلوش ما نعملوا والو باش ما يتسماش الحزب اللي كيقود الحكومة أنه دار شي حاجة. راه البلاد اللي كتضيع، الشعب اللي كيضيع في نهاية المطاف. فحاولنا نديروا دور ديال الوساطة من أجل أنه حقيقة نتقدموا في هذا الملف. درناه في البرلمان، درناه في اجتماعات ديال الأغلبية، ووصلنا على أي حال لواحد التوافق حول النص. مع الأسف الإخوة في العدالة والتنمية بعد ردود الفعل الداخلية تراجعوا عن هذا الاتفاق. هذا الأمر في اجتماع الأغلبية أكدت شخصيا بأنه ما مقبولش اتفاق سياسي كيحصل بين مكونات خص الواحد يحترمه، وإلا ما بقاتش معنى الالتزام السياسي. فما عدا ذلك كان رد الفعل هو أنه سنسعى إلى أن نصوت على هذا النص كيفما كان الحال، بمعنى أن الإخوة في العدالة والتنمية قالوا إحنا نلتزم. كان ذلك يوم الثلاثاء، وكانت تختم الدورة الاستثنائية يوم الأربعاء، بمعنى باقي الفرصة ديالنا نصوتوا على ذلك. قلت لهم واش غتلتزموا بأنكم تصوتوا؟ قالوا نعم، وإذا اقتضى الأمر، إلا ما قدرناش نجمعوا الحزب ونجمعوا الفريق حول هذا الموقف غنحاولوا نمتنعوا على المادتين 2 و31 ولكن نصوتوا على النص بكامله. قلت لهم هذا ما مزيانش لكم، لان انتم حزب كتقودوا التجربه الحكوميه وجايبين قانون وانتم براسكم كتمتنعوا على جوج المواد ديالو، لكن الا كان هذا هو اللي غيسلككم ما عندي مانع. كان راي جزء من الاطراف الاخرى الموجوده في الاجتماع هو انه ما كاين باس، لكن في النهايه كان الراي ديال الاخوه ديال التجمع الوطني الأحرار هو أنه لا، خصهم يصوتوا على كل شيء. وأعتقد أن هذا موقف غير صائب، لأنه عمليا تدخل في شؤون حزب العدالة والتنمية. اللي مهم، لو كان حزب العدالة والتنمية لن يصوت على القانون، أنا برأسي كنت نقول لهم ما يمكنش الشيء اللي كديروا ما يمكنش ومرفوض، ولكن عندهم مشاكل داخلية وغيتجاوزوه بالامتناع على مادتين. وأكدت في هذا الاجتماع بأنه إذا كان هذا الأمر يأتي كجواب على ما راجع من مواقف على الشبكات الاجتماعية
يوم أو يومين قبل ذلك بأنه عمليا هناك محاولة لتركيع الحزب ديال العدالة والتنمية. راه بهذه الطريقة أعتقد أنه في نهاية المطاف القانون لن يمر، وهذا ما حدث إلا غدا، ما داش القانون. وإلا ما داش القانون راه إلا كان شي حد اللي غيستافد من ذلك هو من روج لمواقف في الشبكات الاجتماعية، ماشي اللي حاول يوقف أي تصويت بتلوين يعني بامتناع ديال العدالة والتنمية. نهاية المطاف كما كيقولوا الفرنسيين ريزولتا دي كورس، القانون ما داش في الدورة العادية، ما داش في الدورة الاستثنائية، وهو باقي كنجروه. والحال أن مسألة القانون الإطار مطروحة منذ 2015، 4 سنين هذه احنا باقي ما صدقنا عليه، وباقي 40 نص آخر من قوانين ومراسيم خصها تدوز وهي منبثقة من هذا من هذا من هذا القانون الإطار. فهذا عبث، هذا تلاعب بمصالح الناس ومصالح هذا الشعب. لذلك لا يمكن أن نقبل، وقلنا بصريح العبارة أننا نرفض لا المغالاة في القضية اللغوية التي تطرح مجددا وكأنها هي القضية الأساسية بالنسبة للإصلاح ديال التعليم، وهذا خطر. راك يكذبوا على الناس. راه المشكل الأساسي ديال التعليم ماشي هو اللغة، المشكل الأساسي ديال التعليم هو مكانة المدرسة العمومية. كيفاش التعليم العمومي غنرفعوا من شأنه، وكيفاش غيكون مجال ديال تساوي ديال الفرص كما هو منصوص عليه في الدستور، بمعنى اي ابن ديال ابن او طفله ديال 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 المجتمع المغربي ديال اسره مغربيه عندهم لما يولجوا للتعليم والتعليم العمومي كيوجدوا تعليم جيد ببرامج جيده بطرق تدريس جيده وبضمانات كبيره للوصول الى نهايه المسار ولتحسين المستوى العام المعرفي ديال البلاد، لكن كذلك لتكون المدرسة العمومية إمكانية للارتقاء الاجتماعي. فهذا هو المضمون، وهادشي كيعني أننا نشوفوا البرامج، نشوفوا كيفاش غنحسنوا المدرسة العمومية، نشوفوا كيفاش نشوفوا المسالك، كيفاش الموارد البشرية كيفاش نجعلوها تنخرط دون انخراط ديال الموارد البشريه في الاصلاح. ما كاين اصلاح، التجارب كلها اللي مرات تدل على ذلك. فهذه هي القضايا اللي خصنا نهمكوا عليها اليوم. اما اللغه ديال التدريس راه ما صالحنا لا الغلاق الهوياتي الزائد اللي اعتقد انه اللي كيجعل من هذه المساله مساله ايديولوجيه هوياتيه غيحاول يبني عليها واحد العدد ديال الاستمالات على مستوى المجتمع، ولا الناس اللي باغيين يطويوا اللغه العربيه تماما ويعتبروها وكانها اكل عليها الظهر وشارب. اللغه العربيه هي اللغه الرسميه ديال البلاد بغينا ولا كرهنا، وبالتالي هي اللي موجوده في الدستور. وكاين اللغه الامازيغيه اللي باقي ما اكتسبت ما يكفي من التحضيرات اللازمه اللي تلعب هذا الدور. في انتظار ذلك هناك اللغه العربيه، ان تكون اللغه العربيه هي الاصل لا يمكن لاحد ان ان ان, أن يناقش ذلك، لكن لا يمكن لاحد كذلك ان يقول بانه ما يمكنش نرجعوا للغات الاجنبيه. اللغات الاجنبيه مفروضه علينا كما هي مفروضه على العالم ككل. وهذه اللغات الاجنبيه ماشي فقط الفرنسيه اللي احنا متعودين عليها، هي ربما اليوم الانجليزيه، وهي ربما غدا الصينيه، لأن الصين كتكتسح العالم اليوم، وكثير من الناس الآن يتداولون عدد من القضايا باللغة الصينية. إذا انفتاح اللغات سواء كلغات تدرس في السنوات الأولى أو كلغات للتدريس مسألة واردة في بعض المواد بلا تشنج بلا مشاكل من هذا النوع. لذلك ما نتمناه هو أن نبتعد تماما عن الحسابات الخاوية، على حسابات اللي في بعض الأحيان كتاخذ طبع شخصي، بمعنى بعض الأشخاص شي مدبز مع شي، والشعب المغربي كيتلقى الضربات لأنه هناك لا مبالاة بمصالحه. في حزب التقدم الاشتراكية قلنا لهم جوج لا، جوج لا، احنا ما غنكونوا تابعين لا لهذا ولا لذاك. ولذلك سنقول بصوت مرتفع المواقف اللي عبرنا عليها، وسنستمر في ذلك، أحب من أحب وكره من كره.
الرجوع في أقرب وقت ممكن المصادقة على هذا القانون بالصيغة اللي اتفقنا عليه. قدروا هاد الإخوان ديال العدالة والتنمية يصوتوا على ديك جوج المواد فليكن، هذا هو الصواب. ما قدوش الله يعاونهم شغلهم، هذاك هما اللي خاسرين في نهاية المطاف، لأن هما اللي مسيرين هاد الحكومة. ولكن ما نوقفوش عند الحد ديال أنه نبغيو نركعوهم يعني بهذه الطريقة، لأن عندنا حسابات سياسية أخرى. ففي نهاية المطاف شكون اللي خسر؟ خسر أن الإصلاح ديال التعليم ما غيدوش، والقانون الإطار ما غيدوش. لذلك أعتقد أنه هذا استعراض العضلات اللي البعض باغي يديروا بهذه الطريقة لا داعي إلى ذلك. وأرى بأنه يعني التبعية ديال بعض القوى أخرى في الوقت اللي كانت متفقة ومنفتحة على هذا الاحتمال، أنه كذلك خص الواحد كل واحد يحتفظ باستقلالية قراره، وكل واحد يحتفظ بذاته وبسلامة تفكيره. وإلا لا داعي باش نكونوا ستة الأحزاب في حكومة إلا كان في نهاية المطاف شي جار معاه شي آخر. الآن رجعوا لهذا الاتفاق اللي كان حاصل، نصدقوا على القانون الإطار. وفي ذلك وفي غير ذلك هذه الحكومة إما أن تكون منسجمة فيما تبقى لها من زمن قبل استحقاقات 2021 وتشتغل على هذا الأساس. راه هناك جو ديال الحيرة عند الناس، الناس حيرين ما عارفينش راسهم شنو هي الأفق، فين غادي هذا الشيء. كل نهار الناس كيقول لك غدا غيوقع تعديل، غدا كذا، وكل شيء مبني على الإشاعات. العالم ديال الإشاعة كيزدهر لما ما كيكونش الوضوح، لما ما كتكونش الأفق باينة، الناس كتولي كل واحد كيختار على شي حاجة. فبالتالي راه الجو باين بأنه ما كيبعدش على الارتياح، وبأن الناس تنتظروا حقيقة شي رجة سياسية اللي سميناها احنا بالنفس الديمقراطي الجديد في مؤتمرنا الأخير قبل سنة. ونحن في أمس الحاجة إلى ذلك. هادشي اللي بغينا اليوم، بغينا نبرة إصلاحية حقيقية، بغينا حكومة اللي تكون حاضرة سياسيا، بغينا رجوع ديال الوجوه السياسية والإطارات السياسية باش تلعب دورها في قيادة مسار الإصلاح وفي ربط صلة جديدة مع المواطنات والمواطنين. اليوم وخانا من السياسيين، اليوم الشعب في واد والقوى السياسية في واد آخر، بمعنى أنه هناك شرح حقيقي وقع. وهذا الشيء نشوف اش وقع في الجزائر، حذاري من هذا الأمر. هذا ما يمكنش حنا نبقاو مواصلين هذا الأمر بهذه الطريقة حتى توقع لنا شي واقعة ونصدقوا في مشاكل حقيقية. لذلك حنا نطلب من الجميع أن يتحمل مسؤوليته، مش حتى يفوت الفوت، ومن يفوت الفوت يولي كل واحد كيلصق التهمة للآخر. بنهاية المطاف غنكونوا كنا مسؤولين على ما يحدثه. إذن بعث الروح في 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 العمل السياسي كما طلب بذلك صاحب الجلالة في خطابه الأخير في افتتاح البرلمان، كيقتضي كذلك من هذه القوى السياسية أنها تلعب دورها وأنها تتحرر شوية وأنها تكون قادرة على أنها تقول كلمة حق وأنها تخرج وتكاسح الساحة بشكل إيجابي، ولكن فيما يفيد المغاربة ليس فيما يفيد هذا أو ذاك من الطامحين إلى قيادة المسار الحكومي غدا. سولوا الناس اللي باقين عايشين منهم في الستينيات السبعينيات، إفران واحد إفران جوج، تمانينيات تسعينيات كذلك، إصلاح اللجنة الأولى اللي اشتغلت في البداية الألفية، ثم هذه اللجنة هذه كلما جاء موضوع الإصلاح وفيه تشعبات كثيرة، والدليل على ذلك قانون الإطار اللي حقيقة قانون اللي كيحيط بجميع المواضيع. المسألة اللغوية فيها جوج ولا ثلاثة المواد اللي كتعلق بالمسألة اللغوية، إلا وكنحصروا كيبدأ النقاش على المسألة اللغوية وكأنها هي. علاش؟ لأن كتدخل فيها اعتبارات سياسية وسياسوية، البعض بغلاف هوياتي زائد بحال اللي قلت لكم، وكأنه مدافع وحيد عن العربية، وبأن راه كل من لا يدافع عن العربية راه عمليا يشتغل مع أوساط خارجية، وهذا أمر غير واقعي. نذكركم في هذا الباب بأنه لما كان التعليم العمومي مبني ويسير على الرجلين أي اللغة العربية واللغة الفرنسية منذ حصولنا على الاستقلال وقبل حصولنا على الاستقلال، كون مئات ألاف عشرات الألاف ديال الأطر ديال البلاد اللي كانوا متمكنين من اللغة العربية، متمكنين من اللغة الفرنسية، في بعض الأحيان مستوى لا بأس به في اللغة الإنجليزية، وعندهم كفاءات عالية في كل المواد باللغتين.
هذا ما نريده في الواقع، وما كانش مشكل مطروح. فلذلك احنا ما باغيين لا هذه الهويه الزائده ولا هذا انفصام الشخصيه اللي كيجعل بان الواحد هو عربي هو مغربي وامازيغي كذلك، في انتظار ان تكون الامازيغيه لغه يعني ممارسه رسميه ماشي رسميه فقط في الدستور، ونعتبره بانه كاننا باغيين نطمسوا هذه اللغه العربيه. اللغه العربيه كلغه للتدريس بشكل اساسي الاقسام الاولى سواء في التعليم الاولي او في التعليم الابتدائي او في التعليم الاعدادي ثم في الثانوي، هذا امر طبيعي، ثم في الجامعي كذلك. لكن ان تكون اللغات الاجنبيه حاضره بقوه في تملك هذه اللغات والتحكم فيها بدايه، ثم في امكانيه التدريس بها في بعض اللغات اساسا، في بعض المواد اساسا منها العلميه او بعض المجزوءات كما ورد في الماده المعنيه، بالطبع هذا طبيعي جدا، واي نقاش حول هذا الموضوع زائد لا من هذا الطرف ولا من ذاك. ذلك هذا هو موقفنا، موقفنا هو انه العربيه والانفتاح على اللغات الاجنبيه، ماشي اللغات الاجنبيه كما كيقول البعض وكاننا كنطمسوا اللغه العربيه، وماشي اللغه العربيه بوحدها وطمس اللغات الاجنبيه. اللي صحيح هو الموقف المتزن اللي ما خايف من حتى شي حاجه، اللي متملك هويته واللي كينطلق من جذوره اللي هي جذور عربيه امازيغيه، واللي كينفتح على جذور اخرى مرتبطه شويه، لان نفس الاشكاليه كنعاود نوجدوها الى حد ما في كل ما هو مرتبط بهذه الجوانب، لان البعض كيربطها بالهويه وكيربطها بالمرجعيه الدينيه وكيربطها بامور من هذا النوع، وكتشعب الامور الى ما لا نهايه وكتعطل عمليا قوانين اللي عندها بعد اساسي. مثلا الامازيغيه كذلك، احنا ناسف احنا طالبنا بالأمازيغية منذ عقود من الزمان في الوقت اللي عدد من الأحزاب الأخرى لم تكن تتكلم عن ذلك أبدا، كما هو الشأن بالنسبة لعدد عديد من القضايا الأخرى اللي كان فيها حزب التقدم والاشتراكية سباق. واليوم كنلاحظوا بأنه من بعد ما الدستور أقر بالطبع الرسمي للأمازيغية، رأى القانون بقي يراوح مكانه بالنظر لنفس المقاربات البالية البائدة الغريبة التي تبتعد تماما عن أي قراءة اللي يمكن تفيد هذه البلاد وتفيد هذا الشعب. هذا لو التنمية حزب كبار، حزب آخر مرجعيته، وحزب التقدم الاشتراكية اللي هو قدم من حزب العدالة والتنمية بكثير كثير. احنا تنشأنا في 1943، وحزب العدالة والتنمية حديث العهد بمعنى بصيغته الحزبية يعود إلى 97 تقريبا أو بالكاد، وفي صيغه جمعويه يعود الى نهايه السبعينيات بدايه الثمانينيات اقصى تقدير. هذاك حزب نحترمه ونتحالف معه، عنده مرجعيته، لكن حنا راه عندنا مرجعيه اقوى، وبالتالي مواقفنا راه هي الاصل. واش تقول لي الحليف؟ حنا دابا كون انني كنتحالف مع حزب كيعني انني غنبدا ناخذ نتبنى المواقف ديالو؟ ابدا. حنا لما تحالفنا معهم في الحكومه ديال السي عبد الاله بن كيران في كثير من القضايا كنا كنقولوا بصريح العباره هذه خطوط حمراء ما لا يمكن تجاوزها، ودرناها كثيرا، درناها في سن الزواج، درناها في القضايا ديال حقوق الانسان، درناها في القضايا ديال العنف ضد المراه، درناها في كثير من القضايا الاجتماعيه، في التعاقد، في التقاعد، في كثير من القضايا كنا كنقولوا هنا الحد. هذه امور عندك، واتفقنا على ذلك وعملناها في ميثاق. فبالتالي ان تكون هناك بعض نقاط الخلاف هذا اللي كيجعل انهم هما حزب وحنا حزب. الان الكل في طريقه تدبير الخلاف، ما كتحالف مع شي حد كيمكنلكش تحالف معاه وتبقى كتضربو من الخلف. الا تحالفتي معاه معناها دخل باش تشتغل يد في اليد باش تحاولوا تقدموا هذا البلاد، ماشي تدخل معاه ولا مع غيره. لما تحالفنا مع اخواننا في الاتحاد الاشتراكي لما قادوا الحكومه ديال سي عبد الرحمن اليوسفي، ما كناش داخلين مع عبد الرحمن اليوسفي وكنطعنوه من الخلف، كنا اوفياء، كنقولوا كلمتنا لكن في واضحه النهار جهرا، وكنشتغلوا وكندافعوا على الحكومه وكنمشيو للمهرجانات وكنمشيو لمختلف القرى ومختلف المدن وكنديروا مهرجانات وكندافعوا على الحكومه ديال التناوب انذاك. لما اشتغلنا من بعد مع السي دريج جطو نفس الشيء، دافعنا على الحكومه لان كنا طرف منها،
درناها مع السي عباس الفاسي، درناها مع عبد الإله بن كيران، وكل مره مع عباس الفاسي كانوا الاستقلال اللي خايدين، مع عبد الإله بن كيران العداله والتنميه. يعني مشاركتنا ما كتعنيش اننا كنهضموا كل شيء اللي كيجي. في كثير من القضايا يمكننا نقولوا لا، عندنا نبرتنا وعندنا تصورنا، وبالتالي راه غنحتفظوا بحقنا في الدفاع عن هذا التصور. هذا ما نقوم به اليوم، بمعنى اللي كينتظر منا ان تكون مواقفنا مماثله للعداله والتنميه راه ما فاهمش شكون هو حزب التقدم والاشتراكيه. احنا ما غتكون مماثله لا للعداله والتنميه ولا للتجمع ولا الاتحاد ولا لشي حاجه اخرى. حزب التقدم الاشتراكي حزب مستقل بذاته وسيحتفظ باستقلالية قراره، وهذا ما يشكل تفرده في الحقل السياسي. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في العشرين يوتيوب، وبارتاجيو الفيديو وديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.